يا حسنين، انت يا حسنين. يا ساتر، انا من غير نظارة مسواش صفر والله. يا ساتر، انا لازم اجيب 5 6 نظارات احتياطي عشان لما انسى نظارة ممكن يعني البس تانية. دي حاجة غريبة في البيت ده. يا حسنين انت يا ولد، يا انت الاخر. يا حسنين انت فين؟ ايه 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 عزمي بيعمل يا حسنين؟ يا حسنين يا حسنين يا حسنين ايه مال البيت زعيد؟ في ايه تاني اتحرقت يعني؟ وده حسنين، انت اليومين دول بتزعلي كتير. هاخدك الجنينه اغرقك ميه. ما تغرق دي مجموعه خراطيم يبوظوا كل شيء. قول لي فين النضاره بتاعتي؟ نضاره ايه؟ ما انت عندك نضاره تانيه. النضاره ضاعت، البس النضاره التانيه. ايوه، ما النضاره التانيه مش لاقيها، انا شايفها 5 قدامي. فين هي؟ نسيتها. مش ما تفتكر حطيتها هنا ولا هنا؟ مش فاكر يا اخي. انت افتكرت حاجه؟ حط ايدك على راسك. ايوه احط ايدك على راسك يا اخي. ده يا راجل حط ايدك على راسك وانت تعرف النضاره فين. فلقنا يا حسنين يا حسنين. ولد انا قلت لاختي سنيه انت ممل. بقول لك حط ايدك. حطك في يوم اهو راسي. ايه ده؟ ايه النضاره دي؟ النضاره موجوده. مين اللي والليله؟ مين المغفل اللي حطها فوق راسي؟ سيادتك يا فندم، سيادتك لبست النضاره، رحت اعملها كده ساعه ما كنت بتاكل الساندوتش السابع بعد كوبايه الشاي الرابع الساعه 7:14 دقيقه. بس ايه ده؟ انت هتقولي تاريخ حياتي طول النهار؟ قولي، خلينا في المهم. قولي يا حسنين، انت في مرة مسكت الحرامية في الجنينة في العزبة الساعة 2 الظهر، ومرة تانية برضو مسكت الحرامية وقبضت عليهم الساعة 4 الفجر. 2 الظهر كنت صاحي، 4 الفجر كنت صاحي. بتنام امتى؟ انا زي الديب يا عزمي بيه، لازم انام مغمض عين ومفتح عين. دي ساعة ودي ساعة. ايه سر النشاط اللي عندك ده؟ الشك. ايوه الشك يا عزمي بيه. انا شكاك، انا بشك في ضفر صباعي اليمين. انا شكاك طول عمري يا عزمي بيه. انا اكاد اشك في نفسي لاني اكاد اشك فيك وانت مني. انت الذي بدأ الملامة والصدود. بس يا حرامي، بس الملامة. بس يا حرامي، ده مش شغلك. بتلاتة منك ايه؟ فين الاخرانيين دول؟ مش بتوعك. بتوع مين يا سعادة بيه؟ بتوع ناس. مين هم؟ اسمهم ايه بقى؟ ناس بيقولوا بيهم ايه؟ الاسم يبقى بتاعهم. ولا انت حرامي؟ حرامي حرامي. ايوه شعر حرامي ومش شعر خالص. ثانية هانم نازلة وعايزاكم حالا. ثانية هانم؟ ما قالتش عايزانا في ايه يا عم عبده؟ وانا كمان بستغرب، ثانية هانم عايزاكم ليه؟ انا لو منها ما عوزكوش. ده انا اللي بستغرب، صنية هانم باقي عليك ليه؟ علشان عارفة ان قلبي على العزبة، وعلشان اللقمة تمرانة فيا، وعلشان عندي اصل. خلاص خلاص يا عبدو. بقولك ايه يا عبدو، لما الست ندهت لك عشان انت تنده لنا، كانت مبسوطة ولا كانت غضبانة؟ مبسوطة يا عزمي بيه. هي لما بتنده عليك صنية هانم ايه اللي حيبسطها؟ بس دي لو كانت مبسوطه راح تزعل. اتفتح بقى ومش هيتسد النهارده في ليلته دي. استنى يا اخي استنى، قول لي، هي ثانيه هانم قبضت فلوس ولا حاجه؟ قبضت فلوس؟ قبضت فلوس ايه يا عزمي بيه؟ لو كانت قبضت فلوس كنا عرفنا، لانها بمجرد ما بتقبض الفلوس بتختفي وما تظهرش غير لما تتصرف فيها. انتوا مالكم موال فلوس ثانيه هانم؟ بس عاوزين من فلوسها ايه؟ عبدو احترم نفسك، احترم نفسك. اوعى تقول الكلمه دي قدامي تاني مره. انا اخوها، فلوسها تهمني وارضها كمان تهمني. ما انت بعت ارضك ايرات ايرات يا عزمي بيه. تاني يا عبده تغلط تاني غلطه دي غلطه قدامي. اسمع، حقل على النضاره ولا تشفيك. حقل على النضاره ولا تشفيك. امشي يا عبده. بنوش سعاد امشي. تصدق يا عبده لو قابلتك في الجنينه ممكن اغرقك ميه. عارف اغرقك ميه؟ اغرق هدومك. شوف ابهدلك. امشي يا راجل. امشي يا عبده. بنوش سعاد يا عبده. امشي يا ممل. ده راجل ممل وغريب ولاسج. معلش يا ساتر. معلش اهدى. الفلوس اختي. قال ده فلوس اختي ازوجها مش انقصها. طبعا طبعا يا عزمي بيه طبعا. انا بصفتي السكرتير ثانيه هانم انا ما بنامش طول الليل ولا النهار في التفكير في قصدي في التفكير في مصير فلوس. ثانية حبيبتي، انا قلت اقفل الشباك عشان الهوا ما يضايقكيش. هو في هوا؟ لا هو الحقيقة ما فيش، انما احتياطي. بتخاف عليا يا فتحي؟ طبعا يا حبيبتي، مين هيخاف عليكي اكتر من حبيبك فتحي؟ خلاص يلا عشان ننزل لهم تحت.
تفضل. اهلا اهلا اهلا. تفضل يا فندم. اهلا. تفضل يا سنيه. انتوا طبعا مش عارفين انا ليه اجتمعت بكم دلوقتي. خير يا فندم، خير ان شاء الله. طبعا خير. سنيه هانم ما وراهاش غير الخير. ست خيره معطاءه. ايه معطاءه دي؟ معطاءه معطاءه، ما فيش في مخك ابدا غير الفلوس والاخد. ايه يا سنية، انت الشعر طلع في مخك على فكرة. انا جبت ست الفلوس؟ اطلاقا يا فندم، اطلاقا يا سنية هانم، اطلاقا. ده حتى عزمي بيه وبالذات وانا اخر حاجة بفكر فيها الفلوس يا فندم. احنا كلنا طمعانين في كرم سعادتك يا فندم، ولا ايه يا فتحي بيه؟ ها؟ لا انا ماليش دعوة. بس بس بس، انا جمعتكم دلوقتي عشان اقول لكم ان حجيب هنا العزبة كنز ثروة. ثروة احنا محتاجين لها، جت في وقتها. طبعا يا فندم، طبعا عز معادها دلوقتي الفلوس يا فندم، ولا ايه يا فتحي بيه؟ لا انا ما قلتش حاجه، ماليش دعوه. انا مش قصدي كنز فلوس، انا قصدي كنز مشاعر، كنز احاسيس، كنز عواطف. انا وانا راجعة من رحله الاستجمام بتاعتي في اليونان على المركب قابلت الشاعره مي. يا سلام يا سلام، عزمتها تقضي معايا هنا كام يوم معانا في العزبه. ايه يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين، هتقعد كام يوم هنا؟ اسبوعين، اسبوعين بس. انا عايزه كل حاجه وكل شيء وكل الناس اللي في العزبه يبقوا تحت امرها، مش عايزه اي حاجه ابدا يضايقها، فاهمين؟ دي شاعرة، يعني اقل شيء ممكن يجرح مشاعرها. لا ما انا ان كان عليها انت عارفاني يا حبيبتي. انت بالذات يا فتحي مفيش منك خوف ابدا. دي شهاده اعتز بيها جدا. مش قصدي يا فتحي، خلاص. كنت عايز اقول لكم ان اي حد هيرتكب اقل خطا هتدفعوا كلكم. نعم يا فندم، احنا اللي هندفع. بالشكل ده اسماعيل؟ طالع على المواسير يا صفية. مواسير؟ الشمس طول النهار تخبط فيها يا صفية. كنت استنى ما الديانة تمشي وبعدين اطلع على السلال. اللي مضايقني مش الديانة يا صفية، اللي مضايقني حتة الارض اللي هتروح منا ومطلوب ندفع 5000 جنيه مؤدب. يا اسماعيل ارجع شغلك تاني وسيبك من حكاية الارض دي بقى. الشغل مش مهيئ وبس يا صفية، الشغل ان الواحد يحس انه له قيمه في الحياه. ما انا بعت لعم فتحي في العزبه عشان يبعت لنا ال 5000 جنيه وما ردش. طبعا ما يردش، مش عارف الناس بيبقى حسها عالي، واول ما تيجي تطلبه منهم فلوس ما ينطقوش. ما يمكن الجواب ما وصلش. خلاص يبقى نبعت له تلغراف ومستعجل كمان. اقعدي اكتبي. عمي الغالي العزيز، العزيز جدا، دول 5000 جنيه يا صفية. اكتبي الحبيب، المحبوب، المحبب. ايه ده؟ فلزة كبدي. بلاش فلزة كبدي، دي بتاعت البولات. خلاص بلاش حكاية الكبدة دي خالص. بقولك ايه يا صفية، عمك وهو صغير ما كانش له اي نشاط رياضي؟ استنى. ايوه ده كان بطل في السباحة. اسكت، مرة كان هيغرق في البانيو وانقذوه بمعجزة. يبقى اكتبي قاهر البحار، تمساح الانهار، منقذ الاجيال الغارقة. Thank you.
في الظهر غلطت في العنوان. انا واثق انت كمان. ايوه انا ماشي. ازاي؟ خلاص الخط دخل مرحلة اليأس، بقت دلوقتي الخطة مع الصفارة. تبقى هي الشقة مظبوط، محدش يعمل الحركات دي غير اسماعيل صاحبي. افتح يا اسماعيل، شلبي شلبي صاحبك، يعني لا حماتك ولا الجزار. شلبي شلبي صاحبي، خش انت جوه. عليك ليه فلوس؟ ها؟ عليك ليه فلوس؟ فلوس؟ طب هات الأجندة بتاعت الديون. بتدوري في حرف الشين؟ يا نهار ابيض، دي كبيره قوي. لا معليش اي حاجه، طب خدي هفتح. خشي انت جوه. شلبي اهلا اسماعيل. شلبي يا حبيبي، خش يا شلبي. ازيك يا شلبي؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. انت رجعتني 5 سنين لورا. وانت مرجعني ورا طول عمرك. طمني، قول لي تشتغل في ايه دلوقتي؟ لا بشتغل ايه، كنت بشتغل في حلقه السمك المركزيه. معقول؟ ما علينا، زهقت من الشغلانه. راحتها سمك، راحتها سمك يا اسماعيل. اعمل ايه؟ اخر مره غرقت نفسي بزستين كولونيا وروحت البيت. تلا ايه يا نينا؟ شم ايه يا نينا؟ قالت لي ريحه قشر بياض يا ابني. رحت مستقيل تاني يوم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا. شفت يا صفية؟ شلبي صديقي ده اللي جرى ورانا القهوة. يا قهوة واحدة بس اللي جريت ورانا يا اسماعيل. ده القهوة كلها يا صفية هانم كانت لازم تجري ورانا كل يوم. ولا كل كوم بقى، ويوم الماتش بتاع البرازيل كوم تاني. الاستاد مليان يا صفية هانم، 100,000 متفرج، وانا واسماعيل قاعدين بقى بنتفرج وفرحانين، وكنا نطين من الصور كمان، وماسكين كل واحد في ايده ازازة ازوزة وعمالين نشرب. وهوب فجأة مصر جابت جون، قلنا هي الازايز جت في بعض فرقعت، وعينك ما تشوف الا النور. لقينا 100,000 متفرج بيجروا ورانا برا الاستاد. ذكريات، بس ذكريات حلوه يا اسماعيل. الاستاذ شلبي بقى يشرب ايه؟ لا ما الحقيقه ماليش نفس، يعني اذا كان سندوتش يا ريت. حاضر يا فندم. ويا ريت يا فندم مع السندوتش كوبايه شاي ابلع بيها السندوتش. حاضر. ويا ريت بقى 50 قرش عشان بعد ما اكل مش هقدر اخدها مش لغايه البيت. حاضر. خيبت يا امل يا شلل، وانا اللي كنت معتمد اني هستلف منك. باب النجار مخلع يا حبيبي، الحال من بعضه. انا كمان كنت جاي استلف، لقيت النجار بره عمال يخبط وعايز يكسر الباب، عرفت الحاله اللي انت فيها. الحال من بعضه، بس خلاص انا لقيت الحل. فين فين؟ اقرا الاعلان ده، اسمي نزل في الجرنان. اقرا. ايه ده؟ تحت شويه، ثالث عمود. دع كل شيء لشلبي. شلبي مستعد للقيام باي شيء. هل تريد شخصا يدير اعمالك؟ هل تريد شخصا ياخذ كلبك للنزهه؟ هاو هاو. هل تريد شخصا يدبر لك المال اللازم لمشروعاتك؟ شلبي هو الرجل، اي عمل الاعتراض عليه بشرط الا يكون له علاقه بالسمك. اكتب الى صندوق بريد 500 او تليفون. ايه رايك؟ اتفضل يا فندم. شكرا يا فندم، تسلم ايديك. انا بحبكم كلكم، صحيح ما اعرفكمش قبل كده، لكن بحبكم كلكم. اكم اكم اكم. كل اللي ما بيعرفناش بيحبنا. انا لكن المشاكل تبتدي لما يعرفونا. انا شخصيا اللي يعرفني يكرهني قوي. يا سلام يا مي، قد ايه انت انسانه رقيقه، كل يوم بكتشف فيكي حاجه جديده، حاجه جميله. في ايه لطيفه لطيفه ورقيقه بشكل. الناس كلها اخوات، لازم يحبوا بعض، لانهم بيشربوا نفس الهوى، بيشموا نفس الخضار. الناس كلهم اخوات، ات ات ات، زي الطيور. الطيور برضو ات 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 اخوات.
يا ترى مين في سيادتكم الحاضرين والمستمعين بيحب طيور اور اور اور؟ انا بحب البط المتزغط واحب الديك الرومي الكلاوي. وانت؟ انا بحب اللي بتحبه مراتي. اتفضل 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 يا مي. اتفضل اتفضل. سنية هانم. مين؟ سنية هانم. سنية انا دي بلغة الشهرة. ايوه حضرتك طبعا بتحب الطيور. انا بحب العصفور عشان رقيق قوي. وانا كمان. وانت كمان ايه بتحب العصفور عشان رقيق؟ لا بحبه منعا للاشكالات. برافو برافو. الحياة كلها محبة. الحياة كلها عطاء. ده اللي انا بقوله. احب الاستطاع قوي 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 قوي. عطاء تقصد؟ عطاء. لان اللي معاه يدي للي ما معهوش. وش وش وش. لا 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 لا, لا, لا يا استاذ انا لا اقصد بكلمة العطاء يعني فلوس. اوس اوس اوس. طبعا طبعا العطاء مش كل حاجة فلوس 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 زي ما تقولي. جايز يكون ذهب. الذهب موجود بس النفس اللي تشيل. انا شيل ليا نفس تشيل. العنوان العنوان لو سمحتي. في قلوبنا. يا سيدي قومي يا اخي. في قلوبنا. لما نحب بعض ده اغلى من الذهب اغلى من البلاتين. المحبة دي لا تقدر بثمن. انتوا عارفين سيادتكم بدل ما دعقلكم بقى ان الدموع اللي بتنزل من عينين الانسان بتلالي زي الجواهر. انتوا بتحبوا الجواهر؟ انا بحب الجواهر. لا حبوا الفقر. الفقر هو اللي بيحبنا وبيمشي في رجلينا. أرجوك أرجوك لا تنحضر تحت المآسي. أعقد المآسي تنجلي وتبيض بالمشاكل. المآسي حلها الوحيد المشاكل والمشاكل هو الضحك. مشاكل والضحك. أول مرة في حياتي أسمع إنسانة تقول كده. طبعا لازم تبتسم ولازم تحبوا بعض. أنا عملت قصائد كتير في حب الإنسان لأخيه الإنسان. يا سلام يا سلام يا ماي كلامك يجنن يجنن. شكرا سنية هانم. اتفضل يا ماي قولي لي مش هتسمعينا حاجة من شعرك الجميل؟ دور على أهي. ايه دي يا حبيبتي؟ ايه دي؟ أهي قصيدة. بصي قصيدتي في الحنية في حب الإنسان لأخيه الإنسان. دي أغلى قصائدي في الحنية هقولها لكم ومش هبخل عليكم يا حبيبي. أيبي أيبي. الحنية الحنية حلاوة حمصية أحلى من البامية والسبانخ والملوخية. يا سلام. الناس إخوات زي الجوافة والبلح لمهاد. اتنين اتنين في حقل شجر شمس وقمر جدي وبقر. راس حبيبي مرايا صحرا في أمرايا. لو سمحت ايه دي؟ زلطة زلطة. معقول؟ طب وانت حضرتك؟ دي طوبة. طوبة زلطة. زلطة في صحرايا لميع لميع في جو بديع والوقت ربيع وال الوقت ربيع. عينين حبيبي حول رجلين حبيبي فتل شنكلة قلبي الحزين. القصيدة دي بتحرك انفعالات البني آدم المفتعل المبالغ في عواطفه البني آدم الزواردي. قولي لي يا مي مش هي دي اللي كانت الجايزة الأولى في المسابقة الأخيرة؟ أيوة يا فندم في مسابقة سبق الخيل. دي دلوقتي بيعملوا فيها رسائل في الماجستير رسائل في الدكتوراه. قاهر البحار منقذ الأجيال الغرقى تمساح الأنهار. فتحي أنا عارفة إن في موضوع عمال تلف وتدور حواليه بقالك أسبوع. إيه هو الموضوع ده؟ الحقيقة حبيبتي الموضوع ده محتاج لقرار قرار حاسم وجريء ومباشر. فتحي أنت هتخطب ولا إيه؟
خش في الموضوع، انا مش فاضيه لك. انما بسم الله ما شاء الله، انت النهارده متالقه. متشكر. لا منوره 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 منوره. فتحي انا مش فاضيه لك. انا حبيبتي مش فهماني، انا نفسي دايما تبقي اشيك ست في الدنيا. انت اشيك ست في الدنيا، بس نفسي تبقي اشيك من اشيك ست في الدنيا. انت فتحي بناء على على على, على, على تفكيري يا حبيبتي، العقد بتاعك حبيبتي ده عقد غالي جدا، ده تمنه 100,000 جنيه، وعشان كده انا بقترح ان احنا نحطه في البنك عشان يبقى في الحفظ وفي الصون وفي الامان دايما دايما دايما، مش كده حبيبتي ولا ايه؟ يعني انا شايف ان لا 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 لو جبت العقد وبصيتي له كده هتحسي انه لازم يبقى دايما في الصون، لان ده خساره، ده غالي، ده مش حاجه رخيصه يا حبيبتي. العقد بتاعك ده لو اتسرق تبقى خسرت 100,000 جنيه. حبيبتي انا رقبتي فدا فلوسك، انا اضحي بكل حاجه في سبيل عقدك. فتحي اظن يا فتحي ان احنا اتكلمنا في موضوع العقد ده مره قبل كده، مش كده؟ بالظبط. بسم الله ما شاء الله ذاكرتك ما حصلتش، اتكلمنا مره كده كلام كده يعني. واظن بقى بعد العشره الطويله اللي بينا المفروض انك تفهم ان انا ما احبش اناقش موضوع ابدا مرتين. فعلا مرتين ليه؟ هي مره واحده كفايه قاطعه. لما انا بقى اشيل العقد بتاعي حبيبي اللي بحب البسه في كل مناسبه في البنك يبقى اشتريته ليه؟ لما الناس تشوفني من غير العقد بتاعي يقولوا عليا ايه؟ صح، تخيل الناس يقولوا ايه؟ عشان كده بقى انا عارفه انك انت مش جاي تكلمني عشان العقد، انت جاي تكلمني في حاجه تانية خالص. ايه يا فتحي؟ انا عارفه ان اول كلمه ممكن تكون صعب، لكن بعد كده الكلام هيجي ورا بعضه كلمه ورا كلمه. يلا يلا يا فتحي، يلا يا بيبي. جالي جواب، جالي جواب. انت هتغني يا فتحي؟ جالي جواب من صفيه بنت اخويا. ايه بنت اخوك دي؟ كمل الموضوع. مراتها، جوزها اسماعيل، عايز يشتري ارض زراعيه 20 فدان ومحتاج 5,000 جنيه مؤدب وهيردهم تاني. انت زعلتي؟ بالعكس، ده انا سعيده، سعيده جدا. ها وبعدين؟ يا ما انت كريم يا رب. انا كنت عارف يا حبيبتي انك لا يمكن هتخذليني. انا الموضوع ده كان تعبني، انا كنتش بنام الليل، ما كنتش بنام الليل. يا سلام، ده احلى خبر سمعته من 6 اشهر. يعني طب دلوقتي تفتكري نبعت لهم الفلوس كاش ولا نكتب شيك احسن يبقى يعني؟ او ايه المناسبه السعيده؟ يعني ما انا قلت لك هم محتاجين الفلوس وهيردوها. يعني انت بتسالني اذا كنا نبعت لهم الفلوس كاش ولا بشيك؟ بالظبط كده. يعني انت قررت فعلا ان احنا نبعت لهم الفلوس؟ يعني. ولما انت خلاص قررت ابقى انا ايه؟ طرطور؟ العفو حبيبتي، قرر انت وانا ابقى Thank you.